في هذه الثورة المباركة الذين ضحوا من أجل الحرية والعيش بكرامة على أرض الوطن واستعادة الحقوق المسلوبة على مدى 42 عاما، وتجسيدا لتطلعات الشعب الليبي المشروعة في الحرية والديمقراطية والتنمية والعدالة، وإرساء دولة القانون والمؤسسات التي تنهض بالمعرفة والثقافة ومستوى دخل ومعيشة المواطن الليبي، وتوفر الفرص المتكافئة لأفراده دون تمييز بسبب العرق أو الجنس، وتعمل على تنشئة الأجيال الصاعدة على القيم والمبادئ الإسلامية السمحاء الوسطية وحب الخير والمساهمة في إثراء الحضارة الإنسانية والاستفادة من مكتسباتها. تم بتوفيق الله اليوم الثلاثاء 22/11/2011 تشكيل الحكومة الانتقالية على الشكل التالي: الدكتور مصطفى أبو شقور غيث نائبا للرئيس، دكتور عمر عبد الله عبد الكريم نائبا للرئيس، الدفاع السيد أسامة جويلي وزيرا، السيد يوسف المنقوش وكيلا، الصديق المبروك وكيلا لشؤون أمن الحدود والمنشآت الاستراتيجية والحيوية، الداخلية السيد فوزي عبد العالي وزيرا، السيد عمر حسين علي الخضراوي وكيلا وسيكون هناك وكيلين آخرين، الخارجية والتعاون الدولي السيد عاشور بن خيال وزيرا، السيد دكتور محمد عبد العزيز وكيلا، السيد حسني حميد حسن حبيب وكيلا مساعدا، المالية السيد حسن زقلام وزيرا، السيد مراجع غيث وكيلا، التخطيط السيد دكتور عيسى تويجر وزيرا، السيد علي أحمد الصالح وكيلا، الاقتصاد السيد الطاهر سركس وزيرا، السيد أحمد سالم الكوشلي وكيلا، السيد إدريس صالح الشريف وكيلا مساعدا، النفط والغاز السيد عبد الرحمن بن يزة وزيرا، السيد عمر الشكماك وكيلا، الأوقاف وشؤون الدينية الدكتور حمزة أبو فارس وزيرا، السيد مصطفى عبد الرحمن مازن وكيلا، رعاية أسر الشهداء والمفقودين السيد عبد الناصر جبريل حامد وزيرا، السيد مفتاح الدوادي وكيلا، السيدة بهية الأمين كانون وكيلا مساعدا، السيد مفتاح مراجع كويدير وكيلا مساعدا، عفوا أنا أخطأت، الرابع غير موجود. الشؤون الاجتماعية السيدة مبروكة الشريف جبريل وزيرة، السيدة سمية محمود عمر بالطيف وكيلة، السيدة فوزية سيالة وكيلة مساعدة. التربية والتعليم السيد سليمان علي الساحلي وزيرا، السيد الدكتور سليمان الخوجة وكيلا، السيدة انتصار ميلود سلمان وكيلة مساعدة. العمل والتأهيل السيد مصطفى الرجباني وزيرا، السيد أحمد صفار وكيلا. العدل السيد علي حميدة عاشور وزيرا، السيد وائل نجم وكيلا، السيد خليفة عم فرج عاشور وكيلا مساعدا. الصحة السيدة الدكتورة فاطمة الحمروش وزيرا، السيد الدكتور فهمي الطاهر حمزة وكيلا، الدكتور المهدي الوردمي الأمين وكيلا مساعدا، السيد عياد عبد الواحد محمد وكيلا مساعدا. الحكم المحلي السيد محمد الهادي الهاشمي الأحراري وزيرا، السيد صالح سعيد محمد وكيلا. الإسكان والمرافق السيد إبراهيم السقوطري وزيرا، السيد علي عبد الحفيظ إبراهيم البحيري وكيلا، السيد فضل الله عبد الحميد حسن
وكيلا مساعدا السيد فتحي رجب مركوس وكيلا مساعدا. الاتصالات والمعلوماتية السيد دكتور أنور الفتوري وزيرا، السيد محمد العربي شلوف وكيلا مساعدا، وهناك أيضا وكيلين آخرين سنعلمكم بأسمائهم. الاتصال المواصلات والنقل السيد دكتور يوسف لوحاشي وزيرا، السيد فوزي بالتمر وكيلا. الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية السيد سليمان عبد الحميد بوخروبة وزيرا، السيد أحمد علي بوزخار وكيلا، السيد عدنان فرج جبريل وكيلا مساعدا، السيد عمر عبد السلام البخاري وكيلا مساعدا. الصناعة دكتور محمد محمود الفطيسي وزيرا، الدكتور حسن الدروعي وكيلا. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دكتور نعيم الغرياني وزيرا، دكتور فتح العكاري وكيلا، الدكتور إبراهيم محمد صالح وكيلا مساعدا. الشباب والرياضة فتحي تربل الأستاذ فتحي تربل وزيرا، الأستاذ جمعة الشوشان وكيلا، الأستاذ حميدة محمد وحيدة الأستاذة حميدة محمد وحيدة وكيلة مساعدة. الثقافة والمجتمع المدني الدكتور عبد الرحمن هبيل، الدكتور الأستاذ عطية الأوجلي، الأستاذة عواطف الطشاني. الكهرباء والطاقات المتجددة الدكتور عوض بريك إبراهيم وزيرا، الدكتور محمد خلاط وكيلا. وستشرع الحكومة في مباشرة أعمالها وفق لاختصاصاتها المعتمدة من المجلس الوطني الانتقالي، والله المستعان. ممكن ناخذ شوية أسئلة حوالي هذا. Well, we have taken the first step right now by forming the government, knowing who the Minister of Defense is and his group, and we're going to get started on that project soon. سيد عبد الرحيم، اولا بهني حضرتك وبهني الشعب الليبي بمناسبه تشكيل الحكومه. السؤال حضرتك، البعض بيتساءل هل هذه حكومه كفاءات او حكومه موائمات؟ يعني كان في خلافات، بعض الاماكن او بعض المناطق تريد اشخاص لانها جاهدت او حاربت بصوره اكثر من غيرها. البعض يتساءل هل يعني سيادتكم اخذتم قرار بالاكفأ هو الذي يستحق الحقائب الوزاريه ام لا؟ سمعنا اخيرا كان في اسماء صدرت في الخارجية وبعض الأسماء الأخرى، لكن قيل إن في خلاف في الآونة الأخيرة أو في الاجتماع الأخير حول بعض الأسماء ولذلك تغيرت. شكرا على السؤال. الحقيقة ليبيا مليئة بالكفاءات، ليبيا مليئة بالكفاءات، وبالتالي عندما يتم التركيز على الكفاءات ستجد بأن تركيبة الحكومة تأتي من كل مناطق في ليبيا، وهذا اللي حصل معنا، وستجدها يعني هناك من كل ليبيا تجد أنه خلافات. أنا الآن قرأت لك القائمة. نعم. بعد هو بعد. تفضل. تفضل. أهلا وسهلا. الآلية اللي حتتبع أن في أول اجتماع للحكومة ستوضح الرؤية العامة للحكومة وأهدافها وأيضا تحدياتها اللي ممكن تواجهها في الفترة القريبة القادمة، وبناء على ذلك كل وزير أو وزيرة سيؤدي دوره بناء على برنامج يتفق عليه معها ومعها، وهناك برنامج زمني، وسيكون هناك يعني معيار بناء على التقارير اللي هي ستقدم في شكل دوري من كل. كيف عن جد؟ ما أنا يعني
لا أنا معك تماما أن ليبيا مليئة بالخبرات والكفاءات، وإحنا تعرف عملية تشكيل الحكومة هذه أوضحت أن بأن في ليبيا كفاءات هائلة ما شاء الله، فنحن لا نستغنى أبدا على الاقتراحات التي تأتي. تفضل أستاذ، تفضل. نعم، بعد تشكيل الحكومة هل سيحل المجلس التنفيذي بعد تشكيل الحكومة؟ وهل سيسمح للجماعات الإسلامية بتشكيل أحزاب؟ أنا الحقيقة أغتنم هذه الفرصة، شكرا على سؤالك، أغتنم هذه الفرصة لأحيي إخوتي وأخواتي في المكتب التنفيذي الذين قاموا بالكثير خلال هذه الفترة، تلك الفترة التي مضت، في ظروف صعبة جدا جدا، ونحن لم نرحمهم حقيقة. هم أدوا الكثير وبذلوا الجهد الكبير، وأحييهم من هذا المنبر وأقول لهم بارك الله فيكم. هذا من ناحية. ناحية أخرى، قانون الأحزاب سيصدر يعني مع الوقت، بغض النظر على شنو اتجاه الحزب يعني. فنحن يعني ما عادش في اتجاه محدد. تفضل. السلام عليكم. السلام. صحيفة أخبار بنغازي، سيد رئيس الوزراء رمضان المغربي، نتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله ربي يوفقكم. وهذا من السؤال، هذه تهنئة من مدينة بنغازي. الله يعزك، الله يخليك. أهلا وسهلا. أنا الحقيقة دكتور أشكر حضرتك، وأشكر أهلي في مدينة بنغازي وكل مدن ليبيا، وأقول لهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدرنا أن نخدمهم. دكتور تفضل. يا دكتور ما هو ما بعرف دكتور. استاذنا الفاضل اخونا محمود شمام، وهو من كبار الاعلاميين، لم يكن اكبر الاعلاميين في ليبيا، اقترح ان تكون هناك هيئه، ودرس هذا الموضوع من قبل مجلس الوطن الانتقالي، وقرر المجلس أن تكون هناك هيئة للإعلام وليست وزارة يعني، حتى تعطيها الحرية. نعم، لا ما زال يعني احنا لسه بس تشكل مجلس إدارة إن شاء الله. دكتور لو سمحت. دكتور خلي الأخت، أعطي الأخت كلمة. دكتور خلي الأخت، معليش. لا تفضل يعني. نعيمة المصراتي من صحيفة كورينا. طبعا سيد الوزير، طبعا تم اختيار بعض الأسماء كانوا يشتغلون في فترة النظام السابق، خاصة كان كتاب عاميين، وتم حاليا انتم موجودين الوزارة. نعم صح. لا صحيح، هو تعرفي انت حتى هذا سؤال وجيه، بس انت تعرفي جيدا بأن الرجل الأول اللي متفق عليه من قبل ليبيا كان وزير في العهد السابق، وهو الأستاذ مصطفى عبد الجليل، وهو من رجالات ليبيا الذين أخذوا موقف جدي تجاه هذا النظام، وبالتالي أغلبية الليبيين كانوا يشتغلوا اللي هم موجودين في ليبيا في ظل الحكومة. أنا لست لا أتهم أحد، ولكن أولئك الذين ثبتت عليهم أي تهمة في علاقتهم بالنظام السابق، أنا أؤكد لك لو ثبت عليهم هم في الحكومة سينح جاني. دكتور، هل تعتقد دولة الرئيس أن المرأة الليبية نالت ما تستحق من تمثيل في هذا هل المرأة الليبية نالت ما تستحق من تمثيل في هذا التشكيل الحكومي؟ لا، هي المرأة الليبية يعني نحن نود أن يكون لها تمثيل أكبر، ولكن هذا أكبر تمثيل من أي وزارة في السابق في ليبيا. وأؤكد لك بأن الأخوات اللواتي اخترنا لهذه المناصب ذوي كفاءات، يعني مش لكونها هي مرأة اخترناها احنا، فما كانش في كوتا مثلا، كان بناء على كفاءاتها.
فأحب أن أغتنم هذه الفرصة لأحيي المرأة الليبية وكفاءتها وقدرتها للعمل. فإن شاء الله يعني في المستقبل حيكون ممكن تكون رئيس وزراء مثلا في المستقبل. عبد الوهاب من ليطان قناة ليبيا الأحرار. السؤال الأول، ماذا عن القرارات التي اتخذت في السابق من المكتب التنفيذي؟ هل هي سارية المفعول أم سيتم إلغائها أم ماذا؟ السؤال الثاني، ماذا عن دور الأمازيغ في هذه الحكومة؟ لم نرى أي شخص أمازيغي في هذه الحكومة، هل هذا دليل على أنهم لا توجد لديهم كفاءات؟ يعني نبدأ بالجزء الثاني من السؤال، لأني عندي حساسية شوية من موضوع التهميش والإقصاء. لا أعتقد أنت ممكن ما تعرفش الأسماء الإخوة والأخوات اللي ذكر. هناك منهم من هو من زوارة، هناك من يفرن، وهناك من مناطق الأمازيغ جميعا يعني، فإن شاء الله يعني لا. القرارات إخواننا رأوا على فكرة يعني المكتب التنفيذي السابق هذا يعني محترم وموقر، ونحن نعتز بإخواننا اللي سبقونا في هذا المجال، بل بالعكس يعني نحن نحترم قراراتهم ونحترم خياراتهم ونحترمهم أو قبل ذلك يعني، فما فيش إشكالية إن شاء الله. ما دكتور الكيب، عبد العظيم محمد من قناة الجزيرة، سمعنا أن ممثلي المجلس الانتقالي من الجنوب كانوا مستائين من عدم التمثيل القوي أو التمثيل في الوزارات السيادية لأهل الجنوب. هل المناطقية كانت حاضرة في تشكيلة الحكومة؟ لا يا أخي، أنا أقول يعني هذا التعبير عام شوية، مش عارف شو المعنى أن جهة معينة غير ممثلة. يعني شنو النسبة يعني مثلا؟ هي مقياسها في نسبة معينة توقف عندها ولا كيف؟ أنا أؤكد لك بأن الإخوة من كل ليبيا موجودين في هذه الحكومة، ولم يكن هناك دكتور ولم يكن هناك بتاتا محاصصة بالمفهوم اللي احنا نعرفه. دكتور السلام عليكم، عبد الباسط النعاس من تجمع ثوار ليبيا، عضو مؤسسة تجمع ثوار ليبيا. لاحظنا في الوزارة عدد قليل من الثوار، هل معنى ذلك أن الثوار حيكون لهم دور في الإدارات ولا شن تفسرنا هذه؟ لا هو مثلا هذا سؤال وجيه، وانا شكرا على سؤالك هذا، انا فكره توضيح كويس. عندك مجموعه لا باس بها من الاخوه التوار والاخوات في الواقع، يعني هناك تعبير التوار هذا طبعا شويه فضفاض، ولكن هناك من قاتل في على جبهات القتال، وهناك من شارك مشاركه فاعله. اؤكد لك بان اولئك الذين قاتلوا على جبهات القتال موجودين في الحكومه وبدرجه لا باس بها، ممثلين يعني، ونحن لم ننظر إليهم على أساس أنهم فقط من الناس اللي قاتلوا وجاهدوا وغيره، ولكن كفاءاتهم هي اللي أهلتهم أن يكونوا في هذه الحكومة. فإن شاء الله لما تشوف القائمة ستجد مجموعة لا بأس بها منهم. عماد عبد قناة العاصمة. عماد عبد قناة العاصمة، متى بالتحديد ستباشر كل وزارة مهامها بالتحديد؟ وما مدى صلاحية كل وزارة في إبرام العقود، مثل إبرام عقود النفط أو غيرها، إبرام العقود المستقبلية؟ هي حكومة مؤقتة لكن العقود المستقبلية من سيوقعها؟ إذا كان في ضرورة لتوقيع عقود، إذا كان في ضرورة لتوقيع عقود، ونحن سنتحرى ونتأكد من أن هذه ما لهاش تبعات مستقبلية بعيدة المدى، إذا كان هي في حدود فترة الحكومة أعتقد الحكومة هتوقعها يعني. فإن شاء الله هذه مسائل بسيطة ما شغلش بالك. السؤال الأول شنو؟ في أقرب فرصة ممكنة يعني، هم الآن مجرد أن احنا نستلم من إخواننا المحترمين والمحترمات في المجلس المكتب التنفيذي، ثم نبدأ نباشر عملنا يعني في أقرب فرصة ممكنة. أظن كملنا يعني. مراد سلمي، هناخد سؤالين، تفضل. خذ الميكروفون لأن سيادة الوزير السلام عليكم. سيادة الوزير، طبعا اليوم احنا اعلنا الحكومة الليبية، مبارك لكل الشعب الليبي، نبغى نعرف الفترة اللي ان شاء الله حتقوم بها دور الحكومة، الفترة للحكومة الليبية المؤقتة، الفترة حدد لها 240 يوم من تاريخ التحرير، فنحن الان ما زلنا تقريبا سبعة اشهر يعني. اوكي، هاي دكتور تفضل، ناخذ سؤال واحد وبعدين نتوكل ان شاء الله. Yes, China Central Television. Mr.
Prime Minister, what's your priority as the new government form? I'm sorry? What's your priority, responsibility? Well, you know, our country and our people went through a lot of hard times this past 10 months. So my first priority, which is also close to my heart, but definitely important to every Libyan, is to continue the effort that our friends and the colleagues in the Executive Council and in the NTC to take care of the wounded and also take care of the martyrs and their families, and also take care of whatever else that was affected by that period. The second, not necessarily the second, but as important, is the security situation. This is very important to us. We need to take care of it, and we need to put together programs that can facilitate that process. So these are the top two. And then, obviously, there are a few others. Murad Salemi, Dar al-Anwar al-Tunisiya. يعلم الجميع أن نحن على أبواب سنة مالية جديدة، والأزمة التي كانت تمر بها ليبيا، فما هو سوف تكونون في حاجة للأموال لتسيير شؤون الدولة، فما هو مآل الأموال الليبية المجمدة التي سيكون لها دور هام في تمويل ميزانية السنة القادمة؟ شكرا. شكرا. أحب أن أغتنم هذه الفرصة لأحيي أهلنا في تونس الذين وقفوا معنا وقفة نقدرها كثيرا، وأقول بأن فيما يخص الأموال المجمدة نحن بصدد، بل بالعكس، يعني احنا إخواننا في المجلس المكتب التنفيذي السابق بذلوا جهد كبير وبدأت الأموال تسيل بشكل تدريجي، ونحن أيضا بدأنا سواء كان من طرف إخواتنا وأخوتنا في المجلس الوطني الانتقالي أو من طرفي شخصيا حتى تبدأ الحكومة تتحرك. دكتور، بدأنا في الحديث مع كل الجهات اللي هي ممكن تعيننا في هذا الأمر، ولكننا لن نستخدم هذه الأموال إلا بشكل شفاف كامل. نستمر الحقيقة، هذا هو الجهد اللي بدله المكتب التنفيذي سابقا، وأيضا تكون عندنا برامج محددة لاستخدام هذه الأموال. آخر سؤال لو سمحت، آخر أيوة. سؤال. أحمد فنير، مركز ليبيا الوطن الإعلام، ما رأيكم حول هي المواطن اتفاقيات الدولية؟ والله ما سمعتك، عفوا يعني. ما رأيكم حول استمرارية الشخصية القانونية للدولة اللي هي المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية؟ هل ستعودون النظر فيها؟ ويعني احنا سنعيد النظر في كل شيء عمل القذافي، ولكن هذا لا يعني أننا نلتزم بالأشياء اللي هي لها معنى وقانونية، فمسألة بديهية. شكرا. You've been meeting.